السلام عليكم، معكم سعيد من المحمدية. كنشكر القناة صوت العدالة على هذه الفرصة اللي اتاحت ليا باش نحكي فيها المعاناة ديال 23 سنة هذه بسبب محل تجاري خديته مع الناس في السلطة. خديته هادو اتفقوا كاملين باش يبيعوا لي هذا الحانوت. هذا الحانوت كانت مدة 14 عام وهو غير مسدود، وهذا الحانوت تابع للجمعية الخيرية الإسلامية بالمحمدية. باعوا لي هذا الحانوت، هذا شديته، أنا خسرت عليه فلوس كثيرة. بديت خدام، بدا الحانوت مزيان، عاد بان ليهم وبان للجيران وبان اللي باعوا لي، وكل اللي باعوا لي كلهم في السلطه، كلهم في المخزن. شحال من كنت واحد المره سديت بسبب ظروف خاصه، مشيت انا ما على حتى شي حاجه، رجعت خدمت مع ما خلاونيش خدم. تقريبا ان فلوس كثيره لا توصف ولا تعد، ما نقدرش انني نقومها لانها فلوس كثيره. بحال هذا المحل خديت غرر، عاودت من الضلع، عاودت جلشت للداخل من برا للداخل، هذه فلوس كثيره اللي خسرت عليه. هذا الحانوت بدا خدام مزيان، ملي بدا خدام مزيان عاد بان موالي الحوانت وبان الجيران وبان هذو اللي باعوا لي، هذو اللي باعوا لي معهم في المخزن، ولاو مضايقني في الحياه ديالو حتى في الخدمه. بكثره هذه المعاناه هذه سديت هذا المحل بسبب ظروف خاصه. جاوا داروا محضر معاينه وداروا عقد مع الخيريه، وتا اللي باع لي مع ما ذكرش معاه الفلوس في العقد، توا انكر قال بانني ما شادش الفلوس ودخل مع الورثه. درت به شكايه نصب، تبتت عليه المحكمه بانه شاد الفلوس، حكمت عليه ب 3 شهر سورسي و 2000 درهم الصندوق و 5000 درهم لي انا كتعويض. هي ديك ملي ربحت الحمد لله واستنافيا، كان الحمد لله القضاء ما ضيعنيش اني طالع الوثائق ديالي. ملي ربحتهم في المحكمه عيطت لينا الخيريه، دارت لينا اجتماع، قالت لي باش تارونجو بيناتكم غتعطيهم 8 المليون. انا في الاول عطيتهم 5 المليون ظلما وعدوانا على ذاك التعويض، على ذاك التعويض باش انه ما باش على ذاك المصاريف اللي خسروا ديال المحامي وديال الاعوام اللي خلصوا الخيريه، انا حسبوا عليا معهم خسروا. عطيتهم 5 المليون في الاول، شي بغا شي ما بغاش، دازوا واحد شهرين عاود عيطت لي الخيريه، عاود ثاني تلاقينا وصلت معاهم 6 المليون. ملي وصلت معاهم 6 المليون شي عاوتاني كيف الاول، شي بغا شي ما بغاش، صافي ملي ما بغاوش صافي خليت، بقيت درت معاهم حتى شي حاجه. ولاو كيجيو عندي الحانوت ونتي يقولوا لي بانك انت اللي مستافد من الحانوت، حنايا ما مستافدين والو، الخيريه غدعينا من الكراه، دير معانا شي حل. انا ملي ما درت معاهم حتى شي حاجه، معاهم هذوك الناس اللي في المخزن ولاو كيستفزوني، جاو تما للجيران داروني على المباشر وداروني في لابليكاسيون عند البيبليك كامل تما في الجيران. وليت انا فيما كنتوضى، انا ما بخبر والو، كلشي تما كان كيتحقق، كان كيتوضى هنايا، ما بقاش انايا معاقبين ياك ما كيفاش. انا ملي تما كان ما بقيتش كنتوضى في الحانوت. خويا انا عرضه للبيكاسوس، كاميرات كيفاش غادي واحد غادي يجي غادي باش غادي يعرفني انا شنو كندير تم. يعني البيكاسوس كما تنعرفوا بانه واحد القمر الصناعي ديال التجسس. ديال التجسس، هذا انا الشيء كامل اللي كيدور هنا، اللي كيدور انا بيني وبين الكليان، كلشي انه هو كيدور تما كان عند الحلاق. كيفاش غادي يدور هادشي عند الحلاق؟ ما غاديش تعرف الا هادشي هذا، ما غاديش نعرفو حنايا كمواطن، ولكن هادشي غادي يعرفوه مخزن هو اللي غادي يعرف هادشي هذا. هي هذيك، انا عندي واحد الخشبات كنحطهم بحال هكا على برا وكنسد وكندخلهم عاد كنسد. يلا غادي بحال كندخلهم كيقول لي مكبتني عليه هنا وفي دارهم، كيقول لي اسكت اسكت راه كيشوفك. انا بحال هكا كنشوف فيه بحال هكا كنشوف فيه. هي هذيك صافي كيقول لي اسكت راه كيشوفك، انا كنشوف فيه كيقول لي مكبتني عليه هنا وفي دارهم. صافي انا ملي عرفت الحقيقه بحال هكا دايرين على المباشر وعاطيني تما لابليكاسيون، الجيران كانوا كيفرجوا فيا الجيران، كيقول لي كاين كيتوضا هنا دابا هذه. صافي سديت الحانوت ومشيت. دابا ملي سديت الحانوت ولاو دابا انا تابعني حتى للدار، كيشوفوا الخطوات ديالو، كيشوفوا لي كيفاش كنعيش. كامل اللي سديت الحانوت كيفاش غنعيش، وليت اي طوموبيل خديتها ولا كتحكم ليا حتى في الطوموبيل، ما نقدر ما تزيدش في الطوموبيل بزاف، تزيد تسكتوا لي الطوموبيل او اللي نقتوا لي من الطوموبيل. بحال ما بقاش انا غادي بالليل غادي من العائله ديالي، انت غادي انا من كازا حتى المحمديه دوزيام، وعاد زائد اكثر من هذا الشيء هذا، اكثر من حاجه ولا اكثر من الطوموبيل اللي كنتضرب انا في الصحه ديالي، كنتضرب في النفولات ديالي، كنتضرب في النبوله ديالي، كنتضرب في الراس ديالي، ويتحكم فيا كيما بغى، يرجع يضحكني يعرقني يكعيك ينشطك يزربك هذي في المغرب، كيتحكم فيا كيما بغى. كيفاش انايا 23 عادي بسبب حانوت بيعاون لي بالرضا ديالهم ويدير لي بحال هكا شادني برمجن ويديرني غير ولا داك اللي كيتعلموا فيا بسبب انني ما عطاش 8 المال، انا عرضه لهادشي هذا اللي مع المخزن. دازوا لهذاك الرساله ديالك للمسؤول،
دابا انا الرساله ديالي للمسؤولين، كل من شافني انا المعاناه ديال 23 عام ديال بسبب هاد الناس هادو بسبب دير لي هاد التحكم ودير لي هادشي في الصحه ديالي، كنطالب وكنناشد جميع المسؤولين وكنناشد السيد نوسي الحموشي كل من انا شاف هاد المعاناه ديال بسبب هاد الناس اللي في السلطه يدير لي شي حل. وشكرا، كنشكر قناه صوت العداله وشكرا.